في خناقه دايره اليومين دول بين شيف ايه حبيب وشيف ناديه السيد. تعال احكي لكم الحكايه من بدري شويه. من كام سنه فاتوا لما المصريين عرفوا اليوتيوب جديد، في كام شيف كده طلعوا كانوا بيقدموا الاكل بطريقه شويه شبه امهاتنا في البيوت، اللي هو بتطلع بتعمل اكل بسيط بمكونات بسيطه، بتحكي عن سلفتها، بتحكي عن مش عارف ايه، واصلا بيتها بسيط جدا. برضو في فتره كورونا ظهرت شيف كده قلبت كل الموازين في مصر، بتقدم الطبخ بطريقه شويه مختلفه، بتتكلم صوت شتوي ناعم جدا، وانت بتتفرج على الفيديو ممكن تنام منها اصلا من كتر ما هي بجد رقيقه قوي. الشيف دي كانت آية حبيب، بتحط الوصفه بطريقه شيك جدا وبصوت ناعم قوي، ولا بتجيب سيره سلفتها ولا سيره اي حد ولا ليها دعوه بحاجه، بترمي الفيديو وشكرا كده. بعدها بفتره ظهر كذا شيف بعدها بداوا يقلدوها ويعملوا نفس الصوت بالظبط وبنفس التون بنفس كل حاجه بنفس الادوات المستخدمه في الفيديو بنفس كمان الوصفه، ممكن تتاخد كامله زي ما هي. الشيف دي زي شيف نادية السيد، شيف هبة ابو الخير، كلهم مشوا في نفس الاتجاه بالظبط بتاع آية حبيب اللي هي اول واحده. جمهور آية شايف ان نادية السيد بتسرق كل وصفاتها وبتسرق طريقتها وحتى نفس صوتها بالظبط بتقلده، ونادية بتدافع عن نفسها وبتقول لا انا بنزل الوصفه الاول وهي اللي بتقلدني، انا المحتوى بتاعي على الفيسبوك لكن هي على اليوتيوب، وحاجات كده كتير. فقولوا لي انتوا مع مين بالظبط، مع آية حبيب ولا نادية السيد؟ بغض النظر عن اي حاجه يا جماعه، بس بجد الاتنين جامدين واحنا بنستفاد منهم قوي.